والآن أدعو رئيس وفد جيبوتي بصفته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بأديس أبابا للإعلان عن تشكيل هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي للعام 2020، وكذلك الإعلان عن رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2021، وسيقوم فليتفضل. جمهورية جيبوتي بصفتها عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي يشرفها أن تقدم لكم تشكيلة هيئة المكتب للدورة 33 لمؤتمر رؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقي لسنة 2020. الجنوب الإفريقي جمهورية إفريقيا جمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية كونغو الديمقراطية نائب رئيس أول، ومالي نائب رئيس ثاني، وكينيا نائب رئيس ثالث بالنسبة لإقليم الشمال، جمهورية مصر العربية كمقرر. وكذلك فإن جمهورية كونغو الديمقراطية قد تم الموافقة عليها لرئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2021. أشكركم وتهانينا.